في اتنين بيشتغلوا في الهدوم اللي بتيجي من ليبيا، واحد اسمه حافظ السيد والثاني اسمه السيد فاروق. من فترة كده كانوا بيشتغلوا في موضوع تهريب السجاير والبنزين، آخر مرة صاروا يهربوا سلاح بس على الخفيف يعني. طيب علاء، خلي عينك عليهم من بعيد، ولو في أي جديد بلغني. تحت أمرك يا فندم، عن إذنكم. تفضل. السلام. بقول لك يا حسني، اتفضل يا فندم. عايزك تجمع لي أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الشابين دول، لأن الولدين دول هيبقوا مناسبين جدا إن ماهر يرشحهم لماركو، خصوصا إن هما شباب زي بعض، ومنطقي إن ماهر يتحمس لهم. اعمل لي عنهم تحريات واجمع معلومات، ولو طلعت التحريات والمعلومات مناسبة خلي ماهر يرشحهم لماركو فورا. تمام يا فندم. إسراء اتكلفت بنقل مواد غذائية لأماكن مختلفة، وبالرصد والمتابعة اكتشفنا إن أغلبها أماكن محتملة إن الإرهابيين يبقوا مستخبيين فيها، وتكرر تكلفها لمقابلة شخصية مش مصرية في الشريط الحدودي، يا إما بيديها سبائك ذهب أو فلوس. وبالتحريات اكتشفنا إنه بيمد أبو منير بموبايلات وخطوط أجنبية عشان يبقى صعب تعقبها. إسراء يا فندم بكرة عندها ميعاد معاه عشان تستلم منه كمية من الموبايلات والخطوط اللي وصلته من الناحية التانية. رفض. خلي عينيك عليها وأكد عليها دايما موضوع أمنها الشخصي. إحنا هدفنا الرئيسي الوصول لأبو منير. هما ما تقابلوش مع بعض تاني يا فندم من آخر مرة. طيب وصلنا لإيه في تحليل الأنشطة اللاسلكية؟ إحنا راجعنا كل حاجة مرة تانية يا فندم، وقدرنا نعرف التغييرات اللي عملوها في الأكواد والتشفير، ولحد دلوقتي خطاب هو الاسم الحركي لأبو منير، بس بيتقال بعدد مرات مختلفة في كل مرة، فإحنا بنحاول نعرف الفرق ما بين لما بيتحرك هو بنفسه ولما بيتحرك بعربيات تمويه. هيجي؟ هيروح فين هيجي؟ رأفت اتصل يا فندم وبيقول انه شاف ابو خالد وهو شغال على مراقبه اسراء في نفس المنطقه. ابو خالد ده بقاله فتره مختفي، راجع سينا تاني امتى؟ وايه علاقه الموبايلات اللي بتستلمها اسراء بظهور ابو خالد؟ وايه اللي يخلي اسراء تنزل دلوقتي من اساسه؟ اكيد يا فندم اداها تكليف انها تتحرك دلوقتي. لو في 1% احتمال ان الموبايلات دي راح على ابو خالد، يبقى لازم الموبايلات دي احنا نتعامل معاها الاول. أنا لازم أقابل إسراء دلوقتي. كلم رأفت قول له هي بتتحرك بتاكسي لونه إيه ورقم لوحاته ونوعه. حاضر يا فندم، بعد إذن حضرتك.